جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الأشخاص الذين يخافون من العين هم أكثر الأشخاص الذين يعرضون لها، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، إذا صار عندهم تخوف من العين يصيبهم الوسواس والشكوك، وقد يبتلون ويصابون بالعين، فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يستعيذوا بالله من شر الأشرار وكيد الفجار. عليهم بالورد في الصباح والمساء، بقراءة الإخلاص، سورة الإخلاص والمعوذتين، سورة الفلق فيها الاستعاذة من السواحر، نفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، وسورة الناس فيها الاستعاذة من الوسواس. نعم.